بالفترة الأخيرة انتشرت العديد من الفيديوهات التي تقول تعلم الألمانية أثناء النوم، وفكرة هذه الفيديوهات تتمثل بتشغيل فيديو بمدة 10 ساعات مثلا والاستماع لهذا الفيديو أثناء النوم. ما مدى فعالية هذه الأمور؟ وهل هي فعلا منطقية؟ هل ستستطيع التعلم من هذه الطرق؟ هذا ما سنعرفه بهذا الفيديو. سأتحدث عن العديد من الدراسات القائمة عن هذا الأمر وعن فعاليته ومدى تأثيره على مدى التعلم. هالو لوتو انت هاسوشكم سوك افمن كانال، انا احمد وانت الان تتابع قناتي لتعلم اللغة على يوتيوب. في هذه القناة يمكنك ايجاد العديد من الدروس، نصائح وحيل، معلومات مهمة جدا لتعلم اللغة. فعليا سؤال، هل هذه المقاطع والمحتوى مفيد ام لا؟ يراود العديد من متعلمي اللغة الالمانية ووصلتني عدة رسائل عن هذا الامر، لذلك سأبدأ بالاجابة. يجب ان ندرك مبدئيا بان النوم ليس عملية بسيطة، أي معظمنا يشعر بأن النوم عبارة عن أغلق عينيك تنام تستيقظ، لكن هذا الأمر غير صحيح فعليا، لأنك تمر بعدة مراحل. هنالك مراحل للنوم، وبكل مرحلة من هذه المراحل يقوم العقل بأداء وظيفة مختلفة مثل استعادة النشاط، إعادة وإصلاح الخلايا. هنالك أيضا مرحلة مهمة تتجسد بمراجعة وتقييم كل المعلومات التي دخلت على العقل بهذا اليوم، ويقوم العقل بإهمال بعض المعلومات التي يعتبرها غير مهمة ويضعها بالذاكرة المؤقتة، وعلى الجانب الآخر المعلومات المهمة يضعها بالذاكرة الدائمة ويحتفظ بها. لكن إذا نظرنا عن كثب سندرك بأن أثناء عملية مراحل النوم لا يوجد هنالك تكوين ذكريات جديدة، فالأمر بديهي لن تستيقظ وأنت تتذكر شيء مما حصل أثناء النوم إلا في حالة الأحلام ببعض الأحيان، لكن هذا الأمر غير مهم بما نتحدث عنه. الآن سأطلعكم على أحد الدراسات القائمة بعام 2014. هنالك عالم قام بإجراء تجربة على قرابة 65 شخص. في هذه التجربة قام بوضع دخان ورائحة مزعجة أثناء نومهم، وبعد 3 أسابيع من هذه التجربة لوحظ بأن معظم الأشخاص المدخنين من 65 شخص قاموا بالإقلاع عن التدخين. هنا ندرك بأن هنالك ربط بنوع أو بآخر أثناء عملية النوم، لكن السؤال الأهم هنا، هل هذا الربط يؤثر على تعلم اللغة؟ وكيف؟ سأجيب عن هذه الأسئلة بتجربة أخرى قامت من عالم فرنسي في عام 2016. في هذه التجربة قام العالم بوضع تسجيلات صوتية ل100 شخص وبدأ يقيس التغيرات بالدماغ. هل هنالك تأثيرات وذكريات جديدة تبنى من خلال هذه التسجيلات الصوتية؟ وبكل اختصار، أساس التجربة يتمثل بإعادة تشغيل جميع التسجيلات الصوتية على الأشخاص عند استيقاظهم وسؤالهم بشكل مباشر، هل تتذكر أي شيء أو أي معلومة من هذه التسجيلات؟ أو هل تشعر بترابط أو وجود أي شيء من هذه التسجيلات؟ بكل اختصار كانت الإجابة لا. إذن الإنسان قادر على بناء الأفكار الحسية أثناء النوم، لكن لا يستطيع بناء أفكار مبنية على صناعة ذكريات جديدة، وهذا الأمر هو أساس عملية التعلم. لذلك الإنسان لا يستطيع التعلم أثناء النوم، ربما يستطيع الاستفادة من بعض المصطلحات قبل عملية النوم. أي مثلا هنالك بعض الأشخاص يحتاجون نصف ساعة لكي يخلدوا للنوم أو ربع ساعة. خلال هذه المدة تستطيع الاستفادة مما قد تستمعه، لكن عند الدخول بمراحل النوم لن تستطيع تذكر أو بناء أي معلومات جديدة. الآن بعضكم يظن بأن الفيديو انتهى، والبعض الآخر ربما قد سمع عن دراسة أخرى. فهنالك دراسة بعام 2017 أكدت على فكرة استطاعة الإنسان للتعلم عن طريق النوم. يجب علينا أن ندرك بأن لا يمكنك الاستماع لدراسة معينة وإثبات معلومات منها دون التأكد لمنطقيتها وواقعيتها وكيفية حدوث جميع التفاصيل. بكل اختصار، الدراسة قامت على جلب مجموعة من الأشخاص، وتم تقسيم الأشخاص لمجموعتين. بالمجموعة الأولى جميع الأشخاص الموجودين كانوا يتعلمون لغة جديدة وكان لديهم اختبار بعد 5 ساعات، فبالمجموعة الأولى جعلوا جميع الأشخاص يبقوا مستيقظين طوال الوقت للدراسة على اللغة، والمجموعة الثانية جعلوهم يحظوا ببعض الراحة، وأثناء نومهم قاموا بتشغيل تسجيلات صوتية للغة، وبعد ذلك عند استيقاظهم قاموا بالدراسة لبعض الوقت. وما تبين بكل بساطة بأن المجموعة التي كانت نائمة واستمعت للتسجيلات اجتازت الاختبار بدرجات أعلى. لكن المنطق هنا والعلم القائم على تحليل الدماغ بأن الإنسان لا يستطيع بناء ذكريات جديدة. إذن فكرة هذه التجربة مبنية عن أهمية النوم
وليست عن فكرة التعلم أثناء النوم. يجب عليك إدراك ذلك. وعند العودة وسؤال العديد من علماء المخ والأعصاب والتحليل الدماغ، ستجد بأنهم بكل بساطة بأن هذا الأمر غير ممكن وغير مهم، ولا توجد أي دراسات جديدة أو قديمة تؤكد على فكرة وجود إمكانية للتعلم أثناء النوم. فأنصحكم بالتركيز على فكرة الاستفادة من عملية التعلم بالطرق الفعالة، والاستماع للبرامج ربما في انتظار طابور معين أثناء القيادة وبمواقف أخرى. وأتمنى أن أكون قد أجبت على هذا السؤال. بالطبع أتمنى لكم التوفيق الدائم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، وإذا كان هنالك أي شخص يستمع لتلك الفيديوهات أثناء نومه فقم بمشاركة هذا الفيديو له، ونراكم قريبا. دمتم بخير.